مين حضرتك؟ أنا النقيب هاني من الأمن الجنائي. أهلا وسهلا، تفضل، بشو بقدر أخدمك؟ بدي أشوفك اليوم، بدي أشوف المدير العام لو سمحتي. ما بقدر اليوم. الظهر بتطلعي فورا من المكتب. الظهر ما بقدر، عندي دوام بعد الدوام المساء. الظهر عمل لك. معليش خبريني هون إذا بتريدي. إذا بتريد، إذا بتريد، المدير عنده اجتماع، ما فيني خبره شي هلا. أهلا وسهلا سيادة النقيب. بدي أشوف السيد سالم ضروري لو سمحت. سيادة النقيب حابب أشوف المدير العام، وأنا لساعة عم بشرح له إنه المدير ما نفر. ما في مشكلة. تفضل معي إذا بتريد. ليكني عم اتصل فيك. انا ما قلت لك تتصلي فيني، انا قلت لك بس تخلصي تجي لعندي. انت قلت لي وانا ما وافقت، لانه مو كل شيء بتقوله حضرتك لازم يتنفذ، بما انه انا ماني عنصر عندك. ايه خلص، لا تروح على الشركه بقى. شو هالحكي؟ بعد ما وظفوني وصرت جوا؟ صحيح انا لساتني تحت الاختبار، بس يعني هي وظيفه بتحلم فيها اي بنت. عم اقول لك ما عاد تروحي. وانت شو دخلك؟ انا شغلي هنيك، هذا شان خاص. ما بيصير هيك، انت عم تعرضي حالك للخطر. وانت شو دخلك فيه؟ شلون يعني شو دخلني فيكي؟ خايف علي يعني؟ كيف اشتغلتي هنيك؟ هن طلبوا سكرتيرة. بس انا ما سمعت انهم طلبوا. بس انا دريت، تسألوا شوي من معارفهم وانا وصلني الخبر. حكيت مع الاستاذ انور ادريس واعطاني ورقة خبرة. استاذ انور رئيس تحرير؟ بلا، بس انا زبطتها. وشوف معاي شهادة إدارة أعمال، بس هالشهادة مزورة. هي لأنك بتعرفني عم تقول هيك، هي الشهادة اللي بنت عمي المسافرة، وأنا وبنت عمي واحد. منى أنت بتعرفي شو؟ فكر بإني رح ساعدك، لأنه أنا كمان بدي الحقيقة مثلك. نحن كنا عم نحضر نفس الخطة، بس بدنا واحدة مدربة، مو أنت. أنت عم تعرقلي لنا شغلنا، لازم تنسحبي فورا. بعد ما وصلت لهون أكيد ما رح انسحب، وما فيك تجبرني انسحب. على راحتك.